المرأة عند الله قد تكون أقرب من الرجل. عند الله سبحانه وتعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ما عندنا الرجل وامرأة، لا، الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الرجل من خلال عمله، وينظر إلى المرأة من خلال عملها. ماكو رجل وامرأة. نظام التكوين، المرأة عنصر أساسي في نظام التكوين، والرجل عنصر أساسي في نظام التكوين. فعند الله سبحانه وتعالى القرب الأعمى، وفي نظام التكوين كلاهما عنصران، هكذا اقتضت المشيئة الربانية أن يكونا عنصران، أن يكونا عنصرين يتوقف عليهما نظام التكوين. وبعدين الإسلام عندما جاء، المرأة أصبح لها دور، هذا في القرآن موجود: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بناء المساجد مو خاص بالرجال، المرأة أيضا تبني المساجد. الدور الاجتماعي مو خاص بالرجال، المرأة أيضا لها دور اجتماعي بالإضافة إلى دورها العائلي، وهو دور مهم جدا. العالمات، المؤلفات، الخطيبات، المؤسسات، أعطى للمرأة عظمة، مو عظما في بعد واحد، لا، عظمة في كل الأبعاد. النساء العابدات، الصالحات، القانتات، مئات النماذج في كل الأبعاد. يعني أي بعد من الأبعاد تأخذ: بعد العلم، بعد التقوى، بعد العبادة، بعد التأليف، بعد الاجتهاد، بعد التأسيس، البعد السياسي، في كل هذه المجالات تجد مئات النماذج.